ما أن أنهى مدير مستشفى الحرير الجامعي دكتور فراس الأبيض تغريدته عن انتشار الطفرة الجديدة من فيروس كورونا وخطرها الداهم على لبنان كما العالم، حتى دب الهم بركاب معظم اللبنانيين حول ما ينتظرهم بعد في حربهم ضد كورونا. حسمها العلم وقالها أكثر من طبيب لبناني مرتكزين على دراسة عينات وعلى زيادة أعداد المصابين بالطفرة الجديدة، لكن المأزق الذي حذر منه أبيض مستندا إلى تقارير بريطانية هو احتمال زيادة عدد الوفيات جراء الطفرات الجديدة. اللي صار امبارح وهو أعلن عنه رئيس الوزراء البريطاني، وهو أنه في بعض الأبحاث اللي حدثت ببريطانيا واللي بتشير وكأنه هيدي الطفرة جديدة مش بس بتزيد انتشار العدوى، بل يمكن حتى كذلك بتخلي النتائج تكون يعني العدوى شديدة، أو ممكن ترفع من لا سمح الله معدل الوفيات. وهذا طبعا خبر مقلق، لأنه هذا معناته أنه هالعدوى هاي أو عدوى الكورونا بها الطفرة هاي هي أخطر من الكورونا اللي كانت موجودة قبل. نكون حذرين أكثر، لأنه نحن اللي عم نقوله للجميع أنه إذا ضلينا على هالمستوى العالي من انتشار العدوى في لبنان، وخاصة مع وضع المستشفيات اللي معروفة، فهذا يعني طبعا حيحطنا بمأزق أكبر من اللي نحن موجودين فيه حاليا. بغض النظر عن أن فحص البي سي آر يحمل هامشا للخطأ ولا يمكن في بعض الأحيان تشخيص الحالة الإيجابية، إلا أن ما اختبره الأطباء في الأيام القليلة الماضية إن بالعوارض التي يحملها الشخص على الرغم من فحصه السلبي، وأن بمسألة متى يصبح مصاب الطفرة الجديدة بعيدا عن نقل العدوى، كل ذلك ينذر بخطر جديد. صحيح، بالعدوى الطفرة الجديدة فرجت أنه هنالك بعض الأنتيجنز اللي نحن منفتش عنهم بفحص البي سي آر بهيدي الطفرة يمكن ما يبين، وهذا اللي ممكن أيام يساعد أكثر بأنه الفحص تكون نتيجته غير دقيقة. الشيء الثاني اللي كذلك بنخاف منه بطفرات ظهرت بغير محل، الطفرة اللي ظهرت هلأ بجنوب أفريقيا أو بالبرازيل بتفرجي أنه التأثير على الجهاز المناعي أو قدرة الجهاز المناعي بالإنسان على أنه يتعرف على الكورونا عم بتكون أقل، وهيدا بيعني أنه المناعة اللي بنكونها إن كان من خلال التقاط العدوى أو ممكن حتى من خلال الفاكسين، ممكن هيدا الطفرات الجديدة اللي عم تطلع تقدر يعني تهرب منه أو ما نكون عندنا المناعة الكافية، وهيدا كذلك أمر بيخوف. بعد الذي سمعناه أسئلة كثيرة أصبحت تدور في رأسنا، ماذا عن لقاحات كورونا؟ وهل ستكون فعالة على الطفرات الفيروسية الجديدة؟ وهل اتباع استراتيجية صفر كورونا هي الحل المستحيل؟ اللقاح الموجود حاليا كل الدلائل بتقول انه هو فعال جدا، فنحن ما عم نحكي على شيء واقع حاليا قد ما عم نحكي على تخوف للمستقبل، ولذلك هلا كثير من الدول عم بتقول انه أأمن شيء بالنسبة للجميع هو انه نحن نقدر نقضي على فيروس الكورونا بالمجتمع وما نخليه يكون موجود، من انه نحن نخليه يكون موجود وهو عم يعمل طفرة. بنشوف انه في كثير من البلدان اللي قدرت يعني بالفعل توصل لمرحلة انه يعني يمر فترة طويلة من غير ما يكون عندهم اي حالة جديدة. هيدي الاستراتيجية صفر كورونا نحن تطبق بلبنان بعد خبرتك مثل ما عم نشوف حاليا بهاللحظة؟ اكيد نحن بعاد عنه. نحن هلأ لنقدر نبلش نفكر بصفر كورونا، أول خطوة بدها تكون أنه نرجع نستعيد السيطرة على الكورونا، فيعني نحن بعدنا كتير بعاد عن صفر كورونا، ولذلك هيدا أهمية الإقفال العام اللي نحن فيه لحتى نقدر نرجع ننزل الأعداد شوية صغيرة، وطبعا بده يكون له سياسة اقتصادية واجتماعية مصاحبة لحتى يقدر المجتمع يعني يتحمل تبعات هالإغلاق العام. هي ليست المرة الأولى التي يحذر فيها أبيض على غرار كل الطاقم الطبي والتمريضي من خطورة واقع كورونا على المجتمع، واليوم أصبح الواقع أصعب والأخبار أسوأ مع اكتشاف جديد في كل يوم، فكيف يمكن للبعض أن يكون خارج هذا الكوكب ولا يساعد في تخطي الأزمة واسترجاع الحياة الطبيعية؟